الصحفي هو من صنف البشر، ليس ملاكا ولا قاضيا ولا حكما، ويستحيل عليه أن يتجرد من أهوائه وعواطفه. لحسن الحظ أنني لم أنزلق إلى ذلك في عملي، لكن فيسبوك وفر لي مساحة للتعبير عن انفعالاتي وآرائي الشخصية. اسمي محمد داود العلي، أنا صحفي وباحث مقيم في الدوحة، وأعمل في الجزيرة نت، الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة، منذ عام 2004. كغيري أتابع أخبار صفقة القرن وما يروى حولها وعنها. لأول مرة أشعر بالقلق على مصير اللاجئين الذين تحدرت من صلبهم. فأنا ولدت قبل 59 عاما في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان اسمه مخيم النبطية، ونشرت تدوينة عبرت فيها عن شكوكي بما يحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين عندما كان الحديث عن صفقة القرن مجرد تكهنات. عثرت ذات مرة على هوية المدرسية وهي مكتوبة بخط مدير مدرستي وفيها شعار الأونروا، انفعلت فكتبت نصا غاضبا تأثر به أصدقاء كثر على فيسبوك، خصوصا من لم يكن منهم يعرف أنني مولود لأبوين لاجئين من شمال فلسطين. وقتها انتبهت أكثر إلى الأثر الذي تركته الأونروا على حياتي وعلى حياة الآلاف من أمثالي. بالنسبة لي الأونروا هي التي عمرت المخيم الذي ولدت تحت سقف أحد أبنيته المتواضعة، وكان مصنوعا من الإسبست السهل الكسر. وفي مدرسة أنشأتها الأونروا تلقيت دروسي في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وفيها كونت صداقات ما زالت مستمرة معي إلى اليوم، حتى مع أساتذتي ما زلت على تواصل. من الأشياء المرتبطة بالذاكرة بأيام المدرسة، عندما يجي موظف دولي دائما كان يجي بسيارة انه رينو 4، وهذه سيارات صغيره يبدو انها يعني مش مكلفه او قليله استهلاك الوقود، لكن هي كانت مؤشر على ان ثمة زائر اجنبي يقوم او بالتفتيش على المدرسه، وبالتالي كان حدث استثنائي. تأثير الأونروا لم يقتصر على حياتي وإنما على حياة أسرتي، فأبي عمل فيها أيضا منذ تأسيس مخيم النبطية عام 1956. كان رئيس قسم الصحة وكنا نسميه السانيتيشن، وكان يشرف على العمال المكلفين بأعمال الصيانة وتنظيف مجاري الصرف والحمامات العامة. وقبل أن يتقاعد أبي كان أخي محمود قد أنهى دراسة دار المعلمين الذي تديره الأونروا، حصل بعدها على وظيفة مدرس في مدرسة الأولى، ثم ترقى بعدما تابع تعليمه وأصبح موظفا رفيعا في مكتب رئاسة الأونروا ببيروت. الأونروا بنت حياتنا، مقابل صنيعها الذي ندرك الآن قيمته الحقيقية كان لإسرائيل دور مناقض لما قامت به الأونروا. إسرائيل هدمت المخيم الذي ولدت فيه والمدرسة التي تعلمت فيها، لم يعودا موجودين منذ عام 1975 بعد سلسلة غارات شنتها طائراتها الحربية عليه. لم يبقى شيء من مخيم النبطية يدل عليه سوى الناس الذين عاشوا فيه ثم تفرقوا بدون إرادتهم.
قبل 5 أعوام تقريبا خطرت لي فكرة إنشاء صفحة سميتها موسوعة مخيم النبطية. هي الآن تجمع 920 شخصا من أبناء المخيم الموجودين في أرجاء العالم، من لبنان وألمانيا وليبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا. أعدنا وصل الناس عن طريق نشر الصور واستعادة ذكريات الطفولة. أعدنا بناء مخيم النبطية افتراضيا بعد 40 سنة من تدميره وإزالته على يد إسرائيل. هذا ما فعلته الأونروا وهذا ما تفعله إسرائيل. أنا أرى أن مصير الأونروا هو مسألة شخصية قبل أن تكون قضية سياسية أو موضوع رأي عام. Thank you.